sans nommer le principe. D'engager des actions pour une aquaculture barrée. Directrice générale de l'autorité nationale des pêcheries et de l'aquaculture. Moubadara ديال الحزام الازرق هي مبادره مهمه تقدمت في لاكوب ديال 22. اليوم يعني كاين واحد التأييد ديال تقريبا 17 دوله زائد مؤسسات دوليه بحال اي فاو بحال الاتحاد الاوروبي ودول عظمى اللي هي كتهتم يعني بالميدان ديال هاد الصيد البحري بحال النرويج روسيا واسبانيا. هاد الانيسياتيف والمبادره ان شاء الله غادي تكون فيها واحد المنصه واحد البلاتفورم باش يكون واحد التبادل ديال التجارب ديال الدول الافريقيه. افريقيا هي في حاجه باش تحافظ على الشواطئ ديالها وعلى لي كوت ديالها وعلى الصيد البحري لانه ما كتنتج غير 7% بينما غادي تكون من اكبر يعني القارات اللي فيها السكر الاكثر في المستقبل. فهذا يعني بدايه جيده باش تكون واحد المعامله مع لي زيكسبير مع الدول باش ان شاء الله هاد يعني لا سانتور بلو يكون عندها مستقبل لحمايه البيئه ديالنا والتكيف مع التقلب المناخي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.